قولها لك تشوفي فيا، وراني هدرت خاطر كنتي تقولي لي باللي ما مازال ما شفتي والو. الحمد لله راني شفت منه كل شيء وفرحت بيه قد ما كاع خرقي كاع الناس فرحانين بيك هنايا عندي. انا يا خليفي يمينة عمت ايمان وامها وكاع كلشي. هي أيوة امها فيها هنايا مسكينه مع ولادي كاع ملي كانت صغير ملي كان صغر وهي معانا. تبغي تدخل تجي تحط ساقادو تاع عاليتينا ومن بعد تعاود تروح تغسل وتواسي هي من بعد تقول لي عمتي تغسل هنايا. نقول لك انا نرقد في هذه البلاصه ما نرتاحش. ميم راهي كاع تروح وتجي لدارهم راح تجي تقول لي نبغي نتحقق على هذه البلاصه. حلينا لها الدار حلينا قلنا لها لي بعيده عليك فين تهربوا لك. المهم تنجحي وتخدمي وتكوني معانا ونكونوا معاك. وانا راجل عمتها، العاطفه اللي ما بيني وبينها لا يعلمها الا الله. هي ايمن ملي كانت صغيره اكتشفت من طرف بن عيسى عبد القادر، هذا كان يلعب في عند نادي الحمايه المدنيه للملاكمه. قال للشيخ كاين واحد الطفله لفت انتباهي نظن تناسب للملاكمه. ويا ذاني مسكينة سوفرات وعانيات في البرد في كل شيء. ما تقولش قاع لا غير تزيد برك مسكينة. جاهدت خدمت طيب وما زالت تجاهد. شفت الصعوبات شفت فعلي ما يشفيها داروها مسكينة. وغاضتني بزاف شفتها تبكي معاك. أنا هذا الاستياء نقلبه بالعكس، نعتبره باللي زاد على لنا المستوى في نفس الوقت زاد على المستوى تاعها ولات شخصية دولية عالمية. أنا تبان لي بلي زادها عزم وزادها يعني إرادة قوية إن شاء الله في النفسية تاعها وفي معنوياتها. بالعكس أنا إيمان هذا المنبر نعرفها وما نخافش عليها ومش أنا اللي نوري لها، كاين الناس أهل هذا التخصص هذا هما اللي يوروا لها. ما تشوفش في الفيسبوك، ما تسمعش هداري، ارفعي راسك يا إيمان. نطلب لها النجاح ان شاء الله ونطلب لها التوفيق وان شاء الله ما تخيب لناش الظن تاعنا. وثاني نبلغ لها هذه التصويره تاع جدتها كي كانت الله يرحمها راهي كما توفات، كانت تقول لها جدتي كي تصلي ادعي لي ربي ونجيب لك ديك ونجيب لك. قالت هي ثاني مسكينه كي تصلي ادعي لها وتقول لي قارع الايمان باه تديني معاها. راهي قالت لي نديك وقالت لي ولا غالب ما حضرش الله يرحمها ويوسع عليها بذيك الدار. ان شاء الله ربي ما يخيبناش وظننا فيك، ظننا فيك كبير ايمان. انا شفناك تعبتي 8 سنين وانت تحضري باه عندنا فيك شكوك ونعرف بلي المستوى متقارب ومستوى 50-50، بصح انت ذكيه وما نخافش عليك. انا نعرف ايمان بلي شخصيه قويه. ايمان اسطوره ايمان.